يسقط بشار الأسد يسقط. نعم خرجنا في هذه المظاهرة، لن يمروا، لن يمروا إلا على جثثنا، لا أبو الزندين ولا غير أبو الزندين. نحن قمنا بالمظاهرات وقمنا بالثورة من أجل إزالة هذا النظام المجرم، نظام المجرم حافظ الأسد الذي امتد لوريثه القاصر بشار الأسد. نعم استعبدوا السوريين، استعبدوا السوريين. انظروا إلى المعتقلات، انظروا إلى المعتقلات، عائلات، عائلات بأكملها معتقلة. عائلة الدكتورة رانيا العباسي، عائلة الدكتورة رانيا العباسي منذ 13 عاما. نعم نعم المعتقلات مملوءة، مملوءة بالسوريين الشرفاء، بالسوريين الأحرار. نعم يسقط بشار الأسد، يسقط بشار الأسد، يسقط بشار الأسد. باسم الثورة السورية الحرة والشعب السوري الحر في مدينة الباب الحرة خرجنا إلى معبر أبو الزندين، نرفض رفض باتا بإدخال إيران وبشار الأسد. ولتحيا الثورة السورية الحرة، دماء شهداء وأرامل وعجز ومعتقلين، تدمير وخراب بيوت، هذا اللي دمرنا، دول دمرونا دول. بأين دين؟ بنقول لهم أهلا وسهلا.